تخيل يا دكتور ان المرأة الأوروبية في الوقت الحاضر بتنشد الرجل القوام. انا يعني هدي المشاهدين سريعا كده بعض احصائيات سريعة عن هذا الامر. تفضل. 90% من نساء بريطانيا ما بيحبوش يتزوجوا من الرجل الضعيف اللي اول ما تحصل اول مشكلة او اي مشكلة يقعد يعيط يقول لك لا ده الراجل ده عامل شكل حريم، احنا عاوزين راجل راجل. قضية الضرب دي شبهة خطيرة جدا. نعم. واحدة واحدة معانا مولانا. أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب. كيف؟ كرمها بالضرب؟ إي والله. مش معقول. كيف؟ كيف؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تضرب الوجه. الله. ولا تقبح. شوف كرمها. إن ضربها لا يضربها على وجهها. حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها. عجيب. إذن هو يضرب للتأديب، وإذا ضرب لا يزيد عن 10، وإذا ضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكسر سنا ولا يفقع عينا. أدب عند الضرب. إذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده إلى أعلى بل يضربها بحذاء صدره. كل هذا تكريم للمرأة، هي تحتاج إلى تأديب، تحتاج إلى تأديب. فكيف يؤدبها زوجها؟ بالوعظ: فإن لم ترتدع ولا تنزجر بالهجران، فإن لم تنزجر بالضرب. وجعل شروطا للضرب: لا تضرب الوجه، ولا تقبح، وأنت تضرب لا تقبح، لا تسب ولا تشتم، يا ابنة كذا، أنت كذا، لا، ممنوع هذا في طيب الإسلام. يا تكريم لها. يضربها بإيه؟ يضرب. نعم. بعصا. صحيح. قالوا إن ضربها يضربها ضربا غير مبرح لا يترك أثرا. يضربها بعصا قصيرة، وإذا ضربها لا يضربها على وجهها ولا على أماكن الرأس التي تؤذي، بل يضربها على بدنها ويفرق الضرب. كل هذا اختيار لإجراء العقوبة، لكن هذا لا يكون إلا عند استحالة الوسائل السابقة. كمن تكريم الإسلام للمرأة أنه لم يجز العقوبة بالضرب كما قال أهل العلم إلا في حالة واحدة، عند امتناعها عن فراشه. عند امتناعها عن فراشه. نعم، لأنه أين يذهب الرجل؟ هو يريدها وهي تمتنع عنه، فيأتيها بالوعظ. لا، تاني. يأتيها بالتهديد. تاني يا مولانا الحتة دي مهمة. تاني دي أنا عايز أسمعها منك تاني. إي نعم. يعني ما ينفعش واحد يضرب مراته عشان أكل، عشان شرب، عشان لا. أيوه. لا يكون إلا لأجل هذه المسألة التي لا يستغني عنها.